العرب هنا ولكن اسمه هو نهر وادي السمكه ذات الشوارب كويس وادي الشيزل تحتيها وادي السيرك اهو واخد بالك بعد كده الاسم بتاع الملك بقى بيتحط في حاجه اسمها خرطوش ولكن السيرخ قعد مده طويله جدا برضو بعد ما الخرطوش اتعمل يبقى احنا هنا متقسمه كام واحده؟ متقسمه دي واحد اثنين ثلاثه اربعه حلو كده؟ وروحنا الناحيه الثانيه هنلاقيها متقسمه ثلاث اقسام احنا عارفين ان هنا هي البدايه لو انت هتاخد هذه اللوحه على انها احداث حقيقيه حصلت مره تانية في علماء بيقولوا اه احداث في علماء بيقولوا لا كل ده كان رمزيه لقوة الخير وقوة الشر بما ان الملك خير طول الوقت وبما ان الحاكم خير طول الوقت وبما ان الحاكم هو الممثل للقوة الجميلة اللي في العالم فعليه هو ينزل قوة الشر كل شوية مش مرة واحدة كل شوية جدا وبالتالي يبقى انت لو انت مؤمن بالنظرية دي يبقى كل المناظر اللي انت بتشوفها في المعابد دي للملك وهو ماسك اسرى الحرب عمال يديهم فوق دماغهم يبقى هو حاجه من الاثنين يا اما دول اسرى بالفعل وهو دخل معركه وحارب وانتصر او لا ده دي حركه رمزيه لازم تتكرر من كل ملك عشان يثبت ان هو بيكسر قوى الشر مع شكل الاعداء. ورايك؟ انا رايي بقى مزجت بين الاثنين. انا قلت من الممكن ان تكون معركه حربيه انتصر فيها جيش مصر وجابوا الاسرى دول والاسرى دول علشان هم شريرين هم بيمثلوا قوى الشر اللي الملك لازم يغلبها. ايه المشكله ان انت تقتل الاثنين؟ وخصوصا لما انت تبص هنا اهو تلاقي الملك لسه لابس التاج الابيض يعني هو لسه ما وحدش القطرين لو كانت هي دي الفكره وماسك في ايديه الدبوس او الميس هيد والميس هيد عباره عن مقمعه بتبقى عصايه كده وفيها في الاخر كوره ويضرب بيها فوق دماغ الكابتن اوف وور او اسير الحرب اللي واضح ان هو كمان محطوط اسمه جنبيه حته ان انت تحط اسمك جنب الشخص دي برضه تحفه تعالوا الناحيه الثانيه لو افتكرتوا المنظر الثاني هتلاقوا ان اسم التشيف تان تشيف تان اللي هو الرئيس بتاع الجيش او رئيس الاعداء دول الرئيس الكبير بتاع الاعداء هتلاقي هنا هو في هاربون زي حربه زي الهاربون كده اللي بتضربوا بيه وبحيره بول لو احنا بصينا للحربه هنلاقي وع بالهيروغليفي والبول او البحيره دي ش يبقى وعش يبقى وشي وعشي او وعش هو في عالم بيقول لنا ده اسم رئيس الجيش او قائد الجيش بتاع الاعداء خلاص اثنين من الاعداء بيهربوا تحته برضو اساميهم او اسامي الاماكن اللي جايين منهم وهنا عندنا حورس الفالكن شوف دي البدايات خالص على حورس ده لسه حورس ما كانش الاسماء معناها انه دي حقيقيه هو هنا بقى هل هو ده دليل اكتر على نظريه فكره المزج ما بين ان دول ده واحد فعلا تشيف تان او ده رئيس وكان اسمه كذا يعني عساف يا جوري احنا مسكنا واحد اسمه عساف يا جوري فده تاريخ مدموج هنا بقى حورس او الفالكن هنا بقى دي برضه هل الفالكن هنا فالكن رمز يعني هل هو فعلا الرب حورس اللي احنا عارفينه صقر ولا هل هو الملك على شكل الصقر؟ احنا عارفين ان الملك تملي دائما وابدا على شكل صقر. لو الملك هو الصقر لو تملي هو الجولدن فالكن هو الصقر الذهبي والملك تملي الصقر الذهبي زي الثور القوي. فهل الفالكن ده الملك بيدي للملك هو نفسه بيهديله 6000 لان كل ورقه بردي من دول كل نبات بردي من دول 1000 في الهيروغليف. فيبقى 6000 واحد اسير متقدم من الصقر حاجه من الاثنين يا اما الرب الاسطوري يا اما الرب الاسطوري حورس بيهدي الملك 6000 اسير علشان يقول له برافو عليك ده الانتصار الكبير بتاعك او بيشجعه على انه يخش على هذا الانتصار او ان الفالكون ده هو الملك بالفعل على شكل صقر وهو ماسك 6000 اسير
العدد ممكن يبقى ممكن بالغ فيه شويه لان الاعداد دي كبيره قوي، 6000 ده كبير قوي العدد ده ممكن، لكن ما تفهمش. وهو هنا الارضيه دي اللي طالع منها البرد دي ممكن جدا بالهيروغليفي تبقى طامح حوض، طامح حوض دي اللي هي الدلتا. يبقى من هنا ممكن نعرف ان من الممكن جدا ان نعرمر جاي بيحارب الناس اللي قاعده في الدلتا. في ناس كانوا قالوا الليبيين، في ناس قالوا الدلتاويين، في ناس قالوا الاسيويين، فلغايه دلوقتي ما حدش عارف الاعداد دول كانوا مين. لكن على اي حال لو انت مؤمن بالنظريه دي فيبقى دول اهل الدلتا اللي كان لسه فيه قطرين منفصلين، فبالتالي هو حارب اهل الدلتا وكسبهم، وعلشان كده لبس التاج الابيض في الناحيه الثانيه.